قضية المسارات صاحبتها جدل ورفض واسع جدا، كيف تنظر لهذه المسارات؟ يا أختي، أولا هي مسألة المسارات هذه كانت بدعة ابتدعتها المفاوضات. وتسألين لماذا تم ابتداعها؟ التوم هجوا وآخرون كانوا قد لحقوا بالجبهة الثورية، وحين انعقدت المفاوضات وكل له منبره أراد هؤلاء أن يجعلوا للتوم هجوا منبرا، فاختاروا له منبر الوسط. إذن منبر الوسط هذا منبر عشوائي قطع خدر، لذلك لم يتم الاتفاق حوله. وأصلا أنا الآن استغرب الحديث الذي تتحدث عنه صحيفة المعاكمة، تقول أن قيادات تقول في الوسط تقول أن توم هجو قد انفرد بقرار. أصلا الوسط ليس لم يفوض أحدا لقيادته. هل سينجح في سحب الثقة منه كرئيس للمسار؟ لا هم ولا توم هجو لهم شرعية. أصلا الوسط لم يفوض أحدا منهم. ولكن كيف تنظر رؤساء الأحزاب ورؤساء المسارات في سياساتهم داخل مكوناتهم؟ أصلاً المسارات هذه بدعة لم تألفها السياسة، وأصلاً المفاوضات كان ينبغي أن تجري مع الحركات التي تحمل السلاح، لا مسار الوسط ولا مسار الشرق ولا مسار الشمال، ما كان ينبغي أن تدور معهم مفاوضات، لأن الأصل هذه المفاوضات أن تدور مع جهات حاملة للسلاح لأجل أن تضع الحرب أوزارها ولأجل التمهيد لسلام. ولكن كل المكونات الشعبية رافضة لفكرة المسارات، وأصبحت هي مشكلات أيضا قائمة، كيف تنظر؟ هؤلاء يا أختي غير مفوضين وغير مخولين، ولم يسمهم أحد للتحدث باسمه، ومن ثم الذين تحالوه المفاوضات التي تمت باسم الشمال أو باسم الوسط أو باسم، هؤلاء انتحلوا اسم مناطقهم وفاوضوا باسمها، وأرادوا أن يجعلوا من مناطقهم رافعات يتوصلون ويتسولون بها المناصب السياسية.